دشن الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عددا من المراكز التي تهدف إلى تيسير إجراءات العمل التجاري وفقا للممارسات العالمية. نتابع. بهدف تيسير إجراءات العمل التجاري وفقا لأفضل الممارسات العالمية، تم تدشين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والذي سيسهم في تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة. كما افتتح مركز ذكاء التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المركز والذي يعد أكبر مركز لذكاء الأعمال يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، حيث يعد أول مركز متخصص في المملكة يسعى إلى تمكين المنشآت ورأس المال البشري من خلال علوم البيانات والذكاء الصناعي وإيجاد شركات ابتكارية ناشئة وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من البرامج لخدمة وتطوير المستفيدين. مجمع ريادة الأعمال هو الآخر سيوفر العديد من الخدمات لرواد الأعمال عبر تقديمه مساحات مكتبية وخدمات لوجستية واستشارات إدارية وتسويقية وقانونية ومالية وإيجاد مجتمع حيوي بين رواد الأعمال لمشاركة تجاربهم وتحدياتهم بهدف توليد الأفكار ومعالجة التحديات من خلال برامج وفعاليات يعمل المجمع على تنظيمها ودعمها. التدشين شمل كذلك مركزاً لدعم المنشآت والذي يقدم جلسات استشارية عبر مختصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية، إضافة إلى تقديمه خدمات دعم الأعمال والتدريب وفق تحديد احتياجات المستفيدين وإحالتهم إلى الخدمة أو البرنامج المناسب لدى منشآت أو أحد شركائها. كما سيعمل على تقديم بيانات ومعلومات ذكية عن القطاعات التي يستهدفها رواد الأعمال.